السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله كنتم بخير، إن شاء الله كنتم تمام. معكم أخوكم أي سي، رجعت لكم يا شباب بحلقة جديدة من لعبة ريزد ديفل 7. فخلونا نكمل، ويا شباب قبل ما نكمل تضغطوا لي زر اللايك والسبسكرايب تدعموني، وخلونا نكمل يا شباب. بسم الله. والله يا شباب أنا ماني متأكد، بس يعني ممكن هذه الحلقة الأخيرة، يعني باقي بس خلاص البنت الصغيرة نقضي عليها و أظن خلاص نختم اللعبة. All your fault. والله ما سويت لك اي شيء. قل لي هذا كله خطاك انت. والله الاخ ما معاه ولا شيء. يا الله شو المكان ذا؟ هليكوبتر هليكوبتر، يا رب تساعدنا. ساتر استر، ان شاء الله ما يطلع لنا شيء فجأة بس كذا. والله يا شباب انا ديني ودين الفجعات دي صراحة. اللعبة والله يا شباب جدا جميلة واسطورية، بس الفجعات هذه صراحة ما لها داعي. Zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the baker's son Lucas to an unknown third party. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. رشاش حقها والله لو يجي. يا سلام. سلام عليك، يا سلام. الرصاص، الرصاص حق الرشاش. تمام. يا حبيبي ذولي هنا. كل شيء كل واحد منهم. بلايسكم يا شيخ ولا كثيرين. صعبة 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 ذحين. حكل لي ضربة حكل لي. ول 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 في واحد هنا.
عن ابو شكالكم، شوفوا كيف حشكوني. ان شاء الله رصاص. لا سريع سريع يا شيخ، خش سريع. حبيبي احنا بننزل تحت كمان، الله يستر. الله يستر لا يطلع لي شيء يا حبيبي، ذا اللي يزحف. يخرب بيت ابوك يا شيخ، بعد ولا كذا فين عليه؟ نقص عليه نقص. السكينة لازم احطها، لا السكينة ما جبتها من ال... لا حول ولا قوة الا بالله. لا لا يا شيخ حرام عليك، ما كان قصدي كذا. يخرب بيتك يا شيخ افقع. من فين الطريق؟ من فين الطريق؟ طيب مو من هنا، مو من هنا. ول 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 كم واحد ذولي؟ ان شاء الله انه من هنا. السلام عليك يا شيخ. الملعون ذا اللي يزحف. والله قلت انا كاني شايف شيء هنا. لا يا الله، في كل مكان قنابل. لا يا شيخ مو قصدي كذا يا شيخ، الله يهديك يا شيخ. يا الله هذا الشيء ذاك. وين نحط شيء هنا؟ بس ايش هو؟ والله ماني متأكد.
السلام عليكم يا شيخي، وظبطونا كذا. يا الله ايش بيصير؟ حلو حلو، تمام. السلام عليكم، ايوه ظبطونا بالرصاص كذا. والله كنت سامع صوت البنت الصغيرة قاعد تغني ولا شيء كذا. والله هي باين، إن شاء الله بس ما تطلع لي فجأة كذا. إنك بنت الذين، هذا اللي ما أبغاه. يا الله، لا تقول إيدي، الله يستر. لا، الطريق مو من هنا. ول 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 كم واحد انتم؟ ابو شكالكم يا شيخ. ول 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 والله يا مره كثير. سريع يا حبيبي، وقت تعشق شوفهم هذول هم. والله يا مرة كثير. يا الله، بالله خلينا نمر على الحبيب. يا الله، والله يا أدب وتأديب. اللعن واحد ده، اللعن واحد. والليل هذا من فين طالع؟ سريع. لعن ابو شكلك يا شيخ. لا، ول كأنهم اثنين، والله كأنهم اثنين. والله اني كنت حاسس انهم اثنين. ان شاء الله نلحق يا رب، ان شاء الله نلحق. سريع يا اخي، انت ليه ما تجري؟ والله مره شكله من اللعبة نفسها مبرمج انه لازم نقتلهم. تعال والله لا اترككم ان شاء الله. والله ما يمزحوا ذولي. ابو شكالك يا شيخ.
ول 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 والله ما صار لهم شيء لسه. ابونا شوت ابوك مشاوي خير الواحد مات. لا 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 مو عاد الحين. العكش يا اخي انت واللي قاعد ترمي علينا ده. عشق عشق سريع عشق. الله تعال ابن الذين تعال حرك. والله هذا كله ما يبغى يموت. انت يا ملعون موت. ول عليه والله ذا مره مو راضي. الله يقلعك انت والشيله اللي قاعد ترمي علينا. خلاص عاد خلاص عاد خلاص عاد خلاص عاد. الله مره بس انتم شايفين كيف؟ والله المشكلة مليت ابوه بال حق النار ذا وبالرصاص ومو راضي يموت. خلاص عاد. حسن هل عليك بنفجر بنفجر. والله اني داري ياخذك يا شيخ. لا لا كان معنا رصاص كثير طفرونا صح. ولا عليهم الاثنين ما هم راضين يموتوا الا بالقوة. انتوا كنتوا شايفين يا شباب يعني كنت انا احاول افقع صراحة ما كان يمديلي. بانه من اللعبة نفسه هو مبرمج انه لازم تقتلهم. اشكالهم يا شيخ والله مرة بالقوة. يا ساتر استر. اوكي يا شباب احنا الى هنا وصلنا نهاية حلقتنا. كان على بالي شباب انه هذه الحلقة الاخيرة بس صراحة باين انه لسه باقي باللعبة. ممكن باقي الحلقة الجاية هي اللي راح تكون الحلقة الأخيرة. فكذا شباب وصلنا النهاية. الله يعطيكم العافية شباب على المشاهدة. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب تدعموني. وأنا بإذن الله يا شباب أشوفكم في الحلقة القادمة. في أمان الله يا شباب. I'm out. Peace.